قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتنظيم احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، تم خلالها الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات بعد سداد مديوناتهم، لتخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات وذلك لأول مرة. قررت إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن كافة الغارمين والغارمات. لأول مرة ستخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات بخروج هذه المجموعة من مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون بعفو رئاسي، ليتحقق بذلك ما وعد به رئيس الجمهورية. مصر بلا غارمين ولا غارمات، حيث أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 40 سيدة و45 رب أسرة، ليبلغ عدد المفرج عنهم 85 من الغارمين والغارمات في إطار العفو الرئاسي. دي أحلى هدية جات لي، دي أحلى هدية إن أنا هرمضان مع عيالي، دي بالدنيا كلها. ربنا يبارك له، رب سيادة الريس ويخليه لينا ويحفظه وما يحرمنا منه ابدا يا رب. كفاياني كده، يعني انا بوعد كده ان انا مش هعمل اي حاجه تاني ولا هاخد حاجه تاني خالص. ربنا ما يرموش في ضيقه يا رب الريس يا رب، ويوقعوش في ضيقه ابدا العمر كله، ويفرحوا زي ما احنا فرحانين كده. احنا مش عارفين احنا فرحانين ازاي الفرحه دي، ان احنا هنحضر شهر رمضان كده في وسط عيالنا. ربنا يبارك لنا في سياده الريس زي ما فرح قلبنا ويفرحه، وزي ما طلعنا العيالنا وخلينا هنعيط في وسط عيالنا ونرمط في وسط عيالنا. وحرصت وزارة الداخلية على حضور أهالي المفرج عنهم في مفاجأة أدخلت البهجة والفرحة في نفوسهم. ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل، خلاص كل اللي فات انساه، ومن بكرة اللي جاي حياة، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. جديد إنك تلاقي مكان. ونشكر الرئيس على اللي عمله لنا، ربنا يكفرش على الحاجات الوحشة ويخليه، خلي كده يا رئيس. الله يبارك فيك يا رئيس. من جديد في أمان. أسعد يوم عندنا النهاردة إن بنتنا خرجت بالسلامة إن شاء الله، وبارك الله فيكم وتحيا مصر. هنا امتزجت مشاعر الفرحة بين المفرج عنهم وذويهم. الفرصة متاحة أمامهم الآن ليبدأوا من جديد. مبسوطة يا ريس، إن شاء الله يجعلك سعيد في دينك. أنا مبسوطة وبندعي لك إحنا الكل، وربنا يجعلك سعيد في دينك وكتر من أمثالك. إحنا مبسوطين إن أنت فرحتنا الفرحة الكبيرة بولادنا بحضاننا. انا مبسوطه النهارده ان مامتي طلعت، وده كان احسن يوم في حياتي. مامتي مشفتهاش بقالي 4 سنين. بشكر سياده الريس جدا، وبقول له احنا مش عارفين نقول لك ايه على الفرحه اللي انت عملتها لنا دي، وانا بشكركم كلكم كلكم عشان انتوا الناس يعني وقفتوا معانا وقفه جامده. فرحانه ان انا هبقى في وسط اولادي واقضي رمضان في وسط اولادي، والحمد لله. ونشكر سياده الرئيس على الجهد اللي هو عمله معانا. مش كنت اتوقع ان انا اصلا اخرج دلوقتي اصلا لاولادي. انا وعد الرئيس ان انا عمري ما همضي تاني ولا عمري هعمل كده تاني ابدا ابدا ابدا. نوعد الرئيس ان شاء الله اللي احنا ما نرجعش السجن تاني ولا نمضي على وصلات تاني بامر الله. باذن الله نوعد الرئيس ان احنا ما نرجعش الحاجات دي تاني والمكان دي تاني. أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بهذه المناسبة قدمها زملائهم من النزلاء، حيث عبروا عن فرحتهم الكبيرة بالإفراج عنهم، موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة الإنسانية التي أتاحت لهم استئناف حياتهم من جديد بعد أن تعثروا لظروف اقتصادية، كما أشادوا بالرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. احنا ما كناش متوقعين، فالرئيس يعني الحمد لله وعد ووفى ومحش وما تأخرش عنا. بنقول له يا ريس انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي لحد الان، يعني انا في حلم، انا حاسس اني بحلم، اني ما كنتش مصدق ان انا هخرج دلوقتي. يقف بين المفرج عنهم بعض الغارمين الذين افرج عنهم في فترات سابقه، جاءوا للاحتفال بهم ومعهم، مؤكدين على تواصل الرعايه التي تقدمها وزاره الداخليه لهم بعد الافراج عنهم،
حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم عبر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة التي تتواصل معهم وتقدم الدعم لهم. أنا حاسة قد إيه هما دلوقتي فرحانين إني كنت عايشة مكانهم، وإن الحياة بره هتدينا فرصة تانية وناس تقابلنا كويس وهنشتغل وهنعيش. وقد تم توزيع مساعدات مالية وعينية على المفرج عنهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية. كل سنة طيبين. كما تم توزيع هدايا على أطفالهم الذين حضروا الاحتفال. ودع المفرج عنهم من الغارمين والغارمات مركز الإصلاح والتأهيل في طريقهم إلى حياة جديدة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد أن أدخلت الفرحة على نفوسهم، لتبقى مراكز الإصلاح والتأهيل خالية منهم للمرة الأولى، وتترسخ بذلك القيم الإنسانية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى نشرها وصولاً لحياة كريمة. فرحة كبيرة على وجوه المفرج عنهم من الغارمين والغارمات وأسرهم هنا بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، والذي يسجل ولأول مرة خلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية مصر بلا غارمين ولا غارمات. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.